وصلنا إلى حساس رقم 10، وهو حساس ضغط البخار، اختصاره Vapor Pressure Sensor. وظيفة هذا الحساس هي قياس ضغط البخار في نظام التحكم في الانبعاثات، اللي إن شاء الله راح ندرس تفاصيله، بس ندرس المفاعلات اللي موجودة على نظام إدارة محرك البنزين. في له عدة أماكن قد يكون راكب عليها، قد يكون هذا الحساس موجود على خزان الوقود أو بالقرب من علبة الفحم أو في أي مكان آخر يقيس الضغط. بكون طبعا موصول ببربيج، شايفينه بكون موصول ببربيج، بحيث إنه ضغط البخار، طبعا ضغط بخار الوقود بدخل فيه، ولما يصل لقيمة معينة تصل إشارة للكمبيوتر، والكمبيوتر بناء عليها بتحكم في صمام التحكم في الانبعاثات اللي راح ندرسه، بس نصل للمفاعلات إن شاء الله. هاي شكله، هذا شكل حقيقي مركب على سيارة، وهان ببين لنا إنه بدخل الفيبر بريشر اللي هو الضغط أو بخار الوقود، ضغط بخار الوقود بدخل من هان، وفي عندنا فتحة ثانية بتكون للضغط الجوي، في طبعا بيكون في داخله مجموعة من المقاومات اللي بتتأثر بالضغط، فبتعطي الفولتية، طبعا بيشتغل على فرق جهد مرجعي، وبناء عليه بعطي فرق جهد مرجعي للكمبيوتر، ومن خلال هذا الفرق الجهد المرجعي بيقدر هذا الحساس انه يحسب مقدار الضغط في نظام التحكم في الانبعاثات. زي ما حكيت لكم، نظام التحكم في الانبعاثات ان شاء الله راح ندرسه في المفاعلات بشكل مفصل اكثر، وسوف نشير لهذا الحساس هناك ونشرح تفاصيله بشكل اكثر. الان يا شباب بدنا نشرح حساس سرعة المركبي، Vehicle Speed Sensor، اختصاره VSS. هذا الحساس غالبا ما يتم تركيبه على مخرج الجير، على الاوتبوت شافت اللي خاص بالجير. هنالك بعض السيارات اللي ممكن تاخذ هذا او معلومه السرعه من الويل سبيد سنسورز اللي خاصات بنظام الاي بي اس، ولكن بشكل عام معظم السيارات بيكون راكب على الاوتبوت شافت. هذا الحساس في منه عده انواع. النوع الاول الحساس ذو مولد النبض الحثي اللي هي الماجنتيك بالس جنريتر، وتم شرح هذا النوع من الحساسات لما درسنا حساس سرعه المحرك. النوع الثاني منه اللي هو ذو مولد هول اي سي تايب، وهذا حكينا لكم ان شاء الله راح نشرحه بالتفصيل، بس ناخذ انظمه الاشعال، وفي عندنا نظام هول تايب هناك ان شاء الله بنشرحه بالتفصيل. ثالثا نوع ريد، طبعا ريد يا شباب هذا النوع قديم جدا، بطل مستخدم حاليا بالسيارات، ولكن هي شكله باختصار، هيو بكون موجود على التابلو، وبكون في كيبل جاي من الاوتبوت شافت للجير ومشبوك مع هذا الحساس مثل ما احنا شايفين، فبيعمل على تدويره، وبالتالي بتولد تيار كهربائي او بتولد فرق جهد كهربائي يستطيع من خلالها الكمبيوتر معرفة سرعة المركبي. مثل ما حكيت لكم هذا الحساس بطل مستخدم حديثا. اكثر نوع من انواع الحساسات مستخدم هو النوع الاول، وبالدرجة الثاني النوع الثاني ما زال المستخدمات في المركبي حتى هذا الوقت. الحساس رقم 12 اللي هو مقياس تدفق غاز العادم، بنسميه Exhaust Gas Oxygen Sensor او فلو ريت سنسور، اما اكزوست جاز اكسجين سنسور واختصاره اي جي ار سنسور او فلو ريت سنسور. بالنسبه للكمبيوتر يا شباب لازم يعرف كميه الغاز اللي راجعه من غرفه الاحتراق وداخلي الى غازات العادم، مثل ما اخذنا في نظام المحركات، محركات احتراق الداخلي، حكينا انه وظيفة الاي جي ار هي امرار جزء من غاز العادم وادخاله الى داخل غرفة الاحتراق من اجل تبريد غرفة الاحتراق حتى نقلل من انطلاق غازات الاند او اكس. هذا الكلام تم شرحه في الوحدة الاخيرة في مساق محركات احتراق داخلي. الان بالنسبة للكمبيوتر يجب انه يعرف مقدار الغاز الراجع من مجاري العادم الى داخل غرفة الاحتراق. يتم هذا القياس بواسطة الفلو ريت سنسور او الاي جي ار سنسور. الهدف انه الكمبيوتر يعرف هذا مقدار الغاز الراجع من اجل القيام بتعديل كمية الوقود حسب كمية الهواء الحقيقية اللي داخل غرفة الاحتراق، لانه في هاي الحالة
بطل جميع اللي داخل لغرفة الاحتراق كله هواء جوي، بل جزء منه غاز عادم، وغاز العادم لا يساعد أو لا يدخل أو لا يشارك في عملية الاحتراق في داخل غرفة الاحتراق. فلذلك يجب أن يعرف الكمبيوتر مقدار أو مقدار كمية غازات العادم الراجعة حتى يحسب بالضبط كمية الوقود المطلوبة لبخها في داخل غرفة الاحتراق. في منه عدة أشكال، هذا الشكل اللي مبين أمامنا هي الصمام الإي جي آر، بنلاحظ إنه غاز العادم هيو ماشي من هان، وفي عندنا من هان جزء أو اللي هو صمام الإي جي آر نفسه، لما يفتح بيعبر جزء من غاز العادم إلى داخل مجاري السحب. فهذا جاي من غرفة الاحتراق، وهان داخل إلى غرفة، جاي من غرفة الاحتراق وهان بعيد تدخيله إلى داخل غرفة الاحتراق. طبعا في عندي شيء اسمه اي جي ار تمبريتشر سنسور، اللي هو حساس لقياس درجة حرارة الاي جي ار. هاي كمان شكله بشكل يعني اكبر شوي، مثل هاي شكله الحقيقي، هاي بدخل غاز العادم من هان، لما يفتح صمام الاي جي ار بطلع من هان وبدخل لداخل غرفة الاحتراق مثل ما ذكرنا سابقا. هي كمان شكل ثاني وثالث له. في عندنا كمان هذا نوع ثاني من انواع اللي بقيس الغاز او كمية الغاز الراجع الى داخل غرفة الاحتراق. مثل ما احنا شايفين بيعتمد هذا النوع على اختلاف الضغط في مجرى الغاز، لذلك بنسميه differential pressure feedback EGR. differential pressure feedback EGR، وهذا الحكي لازم نحفظه، اختصاره DPFE. DPFE differential pressure feedback EGR، حيث في بيكون اختناق صغير بيكون موجود في المجرى، ويقوم هذا الحساس بقراءة ضغط الغاز قبل نقطة الاختناق وبعدها، وبناء عليها بيحدد كمية تدفق إلى داخل غرفة الاحتراق. خليني أوريك شكله. مثل ما احنا شايفين يا شباب، هاي غاز العادم بيكون ماشي من هان، في عنا هان بنسميه اوريفيس او مترينك اوريفيس، او يعني حجم صغير او ممر صغير لمرور الغاز. ففي امامنا بيكون بربيج طالع من امام هذا التضيق، وبربيج اخر طالع من خلفه، وبدخلن الى داخل الحساس اللي وريتكم اياه، هاي صورته السابقة، هاي صورته شايفينها، فواحد بيكون قبل والثاني بيكون بعد حتى يقيس الديفرنشال بريشر. ديفرنشال بريشر يعني قياس الفرق في الضغط ما بين الأمام والخلف، أو ما بين قبل الفتحة الصغيرة هاي وما بعدها. طبعا بنلاحظ إنه مشبوك مع الكمبيوتر عن طريق سلك، فبالتالي يستطيع الكمبيوتر إنه يحدد بالضبط مقدار غاز العادم اللي داخل. طبعا هاي هنا في عندنا صمام الاي جي ار مثل ما احنا شايفين. في عندك كان مسميه اللي هي اب ستريم هوس، يعني الغاز اللي بيكون طالع لفوق، وهان داون ستريم اللي هي اللي برجع، وهي مترينج اوريفيس اللي هي المنطقة اللي هي بتكون ضيقة ومن خلالها بيقدر يحدد كمية الغاز اللي عابر. هاي في عندك كان صمام الاي جي ار مثل ما احنا شايفين، وهان مجاري السحب. نعيد باختصار يا شباب كيف بيعمل هذا الحساس. بنلاحظ انه في عندنا اختناق هان في النص مثل ما احنا شايفين، في بيكون بربيج طالع من امامه وبربيج من خلفه، ورايحات على الحساس، شايفين الحساس اللي هو اسمه ديفرنشال بريشر سنسور. فبناء على اختلاف الضغط بيقدر الكمبيوتر يحدد مقدار كمية الغاز اللي داخل لغرفة الاحتراق من خلال صمام الاي جي ار. هي صمام الاي جي ار، طبعا هذا الجزء اللي بتحكم فيه الكمبيوتر للتحكم في عمل الاي جي ار. هان في عندي مجرى العادم، وهان في عندي مجرى السحب. هذا هو باختصار. هاي كمان شكل آخر مش واضح كثير، ولكن تم توضيحه في الأشكال السابقة. الآن يا شباب إن شاء الله بدنا ندرس حساس الطرق أو الدق أو التجريس. طبعا حساس الطرق بالإنجليزي اسمها نوك سنسور، اختصارها كي اس. حساس التجريس نقدر نسميها ديتونيشن سنسور. إذا هذا الحساس ممكن نسميه طرق، دق، تجريس، بالإنجليزي نوك سنسور أو ديتونيشن سنسور واختصاره كي اس. غالبا ما يتم تركيب هذا الحساس يا شباب على كتلة الأسطوانات اللي هي سكبة المحرك، يعني حالات أقل شوي يمكن تركيبه على رأس المحرك، وفي حالات نادرة يتم تركيبه على مجاري السحب، يعني ممكن أجده في ثلاث أماكن. غالبا ما بيكون على كتلة الأسطوانات،
أو على رأس المحرك، والحالات النادرة جدا قد يكون راكب وين على مجاري السحب. هذا الحساس هو حساس كهرو ضغطي. مبدأ عمله شبيه بمبدأ عمل الميكروفون اللي بنتكلم فيه، حيث الميكروفون يقوم بتحويل الاهتزازات الناتجة من الكلام إلى إشارات كهربائية، بينما حساس الطرق يقوم بتحويل اهتزازات المحرك الناتجة عن الاحتراق غير الطبيعي إلى إشارة جهد. كمان مرة، هو يقوم بمبدأ عمل الميكروفون، حيث أنه يقوم بتحويل الاهتزازات الناتجة عن المحرك بسبب الاحتراق غير الطبيعي إلى إشارة جهد. الآن في حالة حدوث اهتزازات كبيرة داخل المحرك، يقوم بنقلها على شكل إشارة كهربائية إلى الكمبيوتر. ماذا يعمل الكمبيوتر عندها؟ يقوم الكمبيوتر بتأخير الإشعال. كلمة تأخير الإشعال يا شباب بنسميها بالإنجليزية ريتارد، فيجب حفظ هذه الكلمة ريتارد. ما معنى كلمة ريتارد؟ كلمة ريتارد تأخير الإشعال. كمان مرة، عندما يوجد اهتزاز كبير في داخل في في على المحرك بسبب الاحتراق غير الطبيعي في داخل غرفة الاحتراق، يقوم هذا الحساس بنقل الإشارة على شكل فرق جهد كهربائي إلى الكمبيوتر، وعندها يقوم الكمبيوتر بعمل ريتارد، أي تأخير الإشعال. طبعا بيعمل على تأخير الإشعال بمقدار من درجة ونص إلى درجتين، وفي كل مرة يلاحظ سلوك المحرك حتى تختفي الاهتزازات. بلغة الميكانيكية كانوا يعملوه بالسيارات القديمة اللي فيها ديسبراتور، بيسموه عيار الأفانس، كان عمركم سمعتوهم باللغة العامية. طبعا هي أفانس مأخوذة من الكلمة الإنجليزية أدفانس، إنه بيقدم أو بيأخر موعد الشرارة حسب المطلوب. الآن لنفرض إنه هذا الحساس عمل تأخير للشرارة، ولكن الدق أو التجريس ظل في المحرك. ساعتها يجب فحص المحرك لمعرفة الخلل في أي من الحساسات. راح أرد أعيد حساس الطرق كمان مرة، اسمه حساس الطرق الدق التجريس، بالإنجليزي اسمه نوك سنسور أو ديتونيشن سنسور، اختصاره KS. هذا الحساس يتم تركيبه على مجاري، عفوا، على كتلة الأسطوانات، ويمكن تركيبه على رأس المحرك، ونادرا ما يتم تركيبه على مجاري السحب. هو حساس كهرو ضغطي. مبدأ عمله شبيه مبدأ عمل الميكروفون، حيث أنه يقوم بتحويل الاهتزازات الناتجة عن المحرك بسبب الاحتراق غير الطبيعي إلى إشارات فرق جهد كهربائي ترسل إلى الكمبيوتر. بناء عليها بيقوم الكمبيوتر بتأخير موعد الإشعال، اللي هي بالإنجليزي بنسميها كلمة ريتارد، بمقدار درجة ونص إلى درجتين، ويلاحظ الكمبيوتر سلوك المحرك. إذا اختفت الاهتزازات ما في عندنا أي مشكلة، ولكن إذا لم تختفي الاهتزازات وظل المحرك برج، يعني باللغة العامية، ساعتها يجب عرض المحرك على الفني من أجل فحصه على الكمبيوتر ومعرفة الخلل اللي حصل أو أدى إلى حدوث الاهتزازات. هاي شكله يا شباب، شوف مثلا هذا شكله الحقيقي زي ما هو مبين عنديان. هاي يوهان راكب على السكبي، هاي كمان شكل ثاني له راكب على السكبي. طبعا هاي بيزو سيراميك، يعني بتكون من مادة اسمها بيزو سيراميك، وهي بتأدي إلى مبدأ عمل الكهرو ضغطي اللي بتعمل على توليد ذبذبات كهربائية بسبب الاهتزازات. على العموم، الأجزاء اللي بتكون منها الداخلية مش مطلوبة معانا. اللي مطلوب معنا نعرفه إنه هو حساس يعمل على توليد فرق جهد كهربائي بناء على اهتزازات المحرك، طبعا بمبدأ الكهرو ضغطية. هاي في مثلا السيارات اللي بتكون على شكل في، المحرك تبعها بكون على شكل في، هاي بكون نوك سنسور موجود، ولا تتم مشاهدته إلا بعد فك مجاري العادة. الآن نيجي لحساس مستشعر دواسة الوقود، اللي هي Accelerator Pedal Position Sensor، اختصاره APP. كمان مرة، اسمه Accelerator Pedal Position Sensor، اختصاره APP. طبعا هذا يستخدم في المحركات الحديثة التي لا يوجد بها كيبل أو سلك أو سيخ يربط دعسة البنزين مع صمام الخانق. في هاي المركبات تم اختراع حساس دواسة الوقود Accelerator Pedal Position Sensor، بحيث انه السائق لما يدعس على دعسة البنزين، في بتكون مقاومة متغيرة
ممكن يكون مقاومتين وممكن يكون ثلاثة في هذا الحساس، تنقل إشارة إلى الكمبيوتر، والكمبيوتر بناء عليها في بيكون محرك كهربائي موجود عند صمام الخانق أو عند ثروتل اسمه ثروتل موتور، يعمل على تدوير هذا الصمام بناء على الدعس، على دعسة البنزين. هو تقريبا شبيه بحساس الثروتل بوزيشن سنسور، وبكون معظم الحساسات في مقياسين لفرق الجهد، يعني عبارة عن حساسين. الآن في بعض الأنواع قد يستخدم ثلاثة حساسات. تزداد إشارة أحد مستشعري APP اللي هي الأكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور عند الضغط على الدواسة، وتقل الإشارة الأخرى. يعني مثلا واحد بيكون 5 فولت بصير 4 فولت، 3 فولت، 2 فولت، الثاني بده يكون عكسه، بده يكون 0 فولت بصير 1 فولت، 2 فولت. إذا بعبارة أخرى، الحساس اللي بيكون فيه مستشعرين بيكون فيه مقياسين لفرق الجهد، لما يدعس على دعسة البنزين قيمة فرق جهد لأحد الحساسين تزداد والقيمة الأخرى تنقص. عند استخدام ثلاثة أجهزة استشعار، يعني بيكون عبارة عن ثلاث حساسات، بيكون الثالثي يعني الإشارة الثالثة لازم إنها تختلف عن الإشارتين الأخريتين، يعني ثنتين ممكن يزيدن والثالثة ممكن شمالها ممكن تنقص، والعكس صحيح. نعيد شرح هذا الحساس باختصار، اسمه Accelerator Pedal Position Sensor أو APP. هذا الحساس هو حساس دعسة الوقود، بيكون تحت رجل السائق، يستخدم في المركبات التي لا يوجد فيها كيبل أو سيخ يربط دعسة البنزين مع صمام الخانق. هو عبارة عن مقاومة متغيرة أو ثنتين أو ثلاث حسب النظام. كل ما يدعس السائق على دعسة البنزين تتغير قيمة فرق الجهد الراجع الواصل للكمبيوتر، بناء عليها الكمبيوتر بيصدر أمره للثروتل الموتور اللي بيفتح صمام الخانق أو بسكره حسب الاحتياج. إذا كان في عندي إشارتين، الفولتية الأولى والفولتية الصادرة من الحساس الأول بتزيد والفولتية الصادرة من الحساس الثاني بتقل. إذا كان في عندنا ثلاث حساسات فيجب إنه الثالثة تكون مختلفة عن الحساسين الثانيين. هذا باختصار يا شباب حساس مستشعر دواسة الوقود. هاي مثلا شكله لو جينا طلعنا عليه، هذا هو. هاي في عندنا الاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور اختصاره APP، بكون تحت رجل السائق. هاي في عندك هذا اللي هو بكون عند مجموعة صمام الخانق، هاي صمام الخانق مبين هان. في عندك هان اللي هو الثراتل الموتور اللي حكيت لكم عنه، اللي بتحكم فيه الكمبيوتر انه لما يلف بيفتح الصمام الخانق او بسكره، وهذا بيكون موجود عندي الثراتل بوزيشن سنسور. الآن نيجي للحساس رقم 15 اللي هو حساس قطع الوقود أو أوتو فيول كات سنسور. أوتو فيول كات سنسور هذا من اسمه إنه بيقطع الوقود أثناء الحادث، فإذا كانت المركبة تسير بسرعة مقدارها 14 ميل في الساعة أو 22.5 كيلو متر في الساعة أو أكثر وتعرضت لحادث، فهذا الحساس يعمل فورا على قطع التيار الكهربائي الواصل للمضخة من اجل الحمايه. فبنلاحظ في هاي المركبه مثلا، شوف وين راكب، بكون راكب في هاي المنطقه، داخله من جوا يا شباب عباره عن كره مثل ما احنا شايفين. هاي الكره في حاله الاصطدام تتقدم للامام، لما تتقدم للامام تعمل على قطع هذا الموصل التيار الكهربائي، هذا بتقطعه مثل ما احنا شايفين هان بنقطع، فبالتالي يفصل التيار الكهربائي اللي واصل للمضخه، وبالتالي بنحمي السياره من الاحتراق. هاي كمان في مبدأ ثاني، هاي ببين لنا، هاي من البطارية طبعا مربوط مع الفيول بامب ريلي اللي هو مرحل المضخة. قبل ما يصل المضخة بمر على الاوتو فيول كات سنسور. في حالة الحادث بتقدم هذا الوزن اللي موجود عندنا هان او الكرة الموجودة هان، بتتقدم لأعلى مثل ما احنا شايفين، فبالتالي بتقطع هذا الخط ويفصل التيار الكهربائي عن المضخة، وبالتالي تنطفئ المضخة. الآن في حالة بعد الحادث وبدنا نعيد تفعيله، في بتكبس عليه الكبسة هاي اللي مبينة أمامنا، شايفين كيف بتكبس عليه، فبالتالي بيرد يعمل هذا الحساس. هذا الحساس بشكله اللي مبين أمامنا موجود في بعض أنواع السيارات وليس فيها كلها، يعني ممكن نجده في هذا الشكل بسيارة معينة أو نجده بشكل آخر بسيارة نوع ثاني. بهيك يا شباب بنكون أنهينا جميع الحساسات اللي مطلوبة معانا، وأرجو إنكم تكونوا درستوها أول بأول وما تخلوها تتراكم عليكم.